والملائك حولنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهل وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع رحلة إلى الدار الآخرة، وأسأل الله جل في علاه الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، بنبدأ بالدعاء لمرضى المسلمين كما تعودنا. بنبدأ الوالدي والأخت هدى المصري والأخت سوري المصري والحجة سعاد عفر، دكتور سامر يوسف والأستاذ ياسر الهواري وبنتنا الغالية براءة والأخت عبير شلبي والدة الأستاذ عصام حجازي والطفلة ملك أحمد الجبالي والشيخ محمد فرج والحج رأفت شاهين والحج إبراهيم محمود والأخت أسماء صقر والأستاذ محمد سعد والطفل عبد الله عمر والأستاذ علي بكري علي ومدام حسناء وحاج هدي أحمد وأخت سمير عبد الحليم وأولادها وطه علي إسماعيل وعبد المنعم إبراهيم والحاج طاهر بدر وجميع مرضى المسلمين. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم. 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 وبنذر موتى المسلمين بنذر والدتي والحاجة سيدة متولي شاهين والحاج فوزية محمد متولي والأستاذ ممدوح من سوهاج والحاج جلال محمد عبد القادر، أسأل الله عز وجل أن يرحمهم جميعا رحمة واسعة. اللهم أكل منزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالثلج والماء والبرد، اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة ولا تجعلها حفرة من حفر النيران، وسع قبورهم ونور قبورهم واسقهم من حوض النبي محمد شربة هنيئة مريئة لا يظمؤون بعدها أبدا، وأتمم لنا ولهم اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء ولا فتنة مضلة. اللهم آمين. كما قلنا الدروس كلها من كتاب رحلة إلى الدار الآخرة. تعالوا قبل ما نبدأ في درس الليلة دي، ودرس الليلة دي درس في غاية الخطورة والأهمية كما أسلفنا، وطبعا سامحونا احنا طالعين متأخرين جدا، فأرجو أن أنتم تسامحونا يعني بنسهركم معانا وربنا يجعلها في ميزانكم رب العالمين. بنشكر أخواتنا اللي بيشاركونا في حملة مقاطعة التبرج، وبوصي إخواني في الكنترول هنا في القناة أن هم يعني يحاولوا يكثروا من عرض هذه الحملة لأهمية الحملة، لأن يعني من ضمن الأشياء المهمة جدا في حياتنا كمسلمين الصلاة والحجاب، وطبعا كل حاجة في الدين مهمة، لكن دول اكتر حاجتين عايزين نركز عليهم قوي قوي فوق الوصف يعني. فربنا يا رب يبارك فيكم ويحفظكم. فاحنا عايزين نقول نشكر طبعا كل اخت استجابت لحملة مقاطعة التبرج وجددت البيعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. في عجلة سريعة كده الأخت زينب نصير والأخت أم علي والأخت نغم والأخت هاجر وحكيمة من المغرب وأسماء الشريف ومنى من سوريا ومروة عودة وأم سمير وفاطمة وآمنة ومها وعبير وريم فرساوي ووفاء الديب مصرية في السعودية وآية جمال ونادية سليم وأم تيسير وأم منة من اسكندرية وعفاف وخديجة عمرها 15 سنة وأم عبد الله وإيمان من اليمن وعائشة الشيخ وأم هاجر وفتحية، يعني ربنا يبارك فيهم يا رب العالمين ويثبتهم جميعا ويجعل كل ده في ميزان حسناتهم. تعالوا قبل ما نبدا اللقاء كده كان في سؤالين صغيرين كده عن موضوع الدجال. احنا انتهينا الحلقه الماضيه اظن قعدنا حوالي 6 حلقات على ما اذكر في قصه المسيح الدجال، وده لاهميه الموضوع يعني دي اكبر فتنه منذ خلق ادم عليه السلام والى قيام الساعه كما اخبر الحبيب المصطفى صلى عليه صلى الله عليه وسلم. عشان كده بنقول نحتاجين ان احنا فعلا ان احنا نستوعب هذه المسائل. واحد بيقول اذا خرج الدجال ونحن كنا موتى هل سيحيينا الله عز وجل لنواجه الدجال ام اننا نجينا من لقائه؟ طبعا نجونا بفضل الله سبحانه وتعالى، يعني هو مش معقوله ربنا يحيينا عشان نلتقي بالدجال يعني. دي اول سؤال. السؤال الثاني بيقول كيف لا توجد توبة عند ظهور المسيح الدجال وسوف يؤمنون او يؤمن قوم بسيدنا عيسى عليه السلام؟ احنا ما قلناش كده طبعا، واللي فهم كده يبقى فهمنا غلط. اللي احنا قلنا اذا ظهرت الشمس من المغرب هنا يختم على العمل، فاذا كان كافر وعايز يسلم فلا يقبل اسلامه، واذا كان مسلم يريد ان يزداد ايمانا فلا يزداد ايمانا بنص الايه وبنص الحديث. لكن عند ظهور المسيح الدجال ما قلناش هو بيختم على العمل، انما قلنا عند ظهور الشمس من المغرب. طيب
كانت رسالة جميلة أو رقيقة. السلام عليكم عمو مراقب، هم رسالة مضبوطة من بنتين صغيرين ربنا يبارك فيهم. أرجو أن توصل رسالتنا لعمو الشيخ محمود، لقد ارتدينا الحجاب نصرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، نحن راما ورانا 10 سنين من سوريا. ربنا يبارك فيك يا راما ويا رانا، ويبارك في عمركم ويبارك في الوالدين إن شاء الله، ويجعلها في ميزان حسناتهم ويجمعكم مع زوجات النبي في الجنة. سؤال سريع كده، أخ بيسأل إيه أفضل تفسير سهل للمبتدئين؟ أنا شايف إن أفضل تفسير وزي ما بيقولوا كده يعني المعنى يعني على طول جاي في الصميم وبكل بساطة وأسلوب ميسر جدا إن شاء الله، تفسير السعدي، ربنا ينفعكم بيها رب العالمين. آخر سؤال، أخ بيقول شيخنا الجليل محمود المصري، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ذكرتم من قبل أن المسيح الدجال قصير القامة، واليوم قلتم أنه ضخم جدا، فكيف ذلك؟ أفيدونا. الأستاذ أشرف، أنا لم أذكر أبدا أن المسيح الدجال قصير القامة، لأن حتى نص الحديث الذي ورد عند مسلم من حديث تميم الداري في قصة الجساسة أنهم دخلوا لقوا ضخم الجثة، فأنا ما أقولش أنه هو قصير القامة، أكيد حضرتك كنت مسافر، فحمد لله على السلامة. ربنا يبارك فيك يا رب العالمين. تعالوا نكمل موضوعنا الليلة دي إن شاء الله، ونبدأ في موضوع أو نكمل في موضوع علامات الساعة الكبرى، ونبدأ في موضوع جديد وهو قصة يأجوج ومأجوج أو خروج يأجوج ومأجوج، وهي دي العلامة الثالثة من علامات الساعة الكبرى. اتكلمنا قلنا في الحلقات الماضية عن قصة المسيح الدجال كاملة، بدأناها من البداية إلى النهاية وذكرنا كل تفاصيل القصة وطولنا النفس فيها شوية عشان كلنا نحضر من هذه الفتنة اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها أكبر فتنة موجودة أو وجدت منذ خلق آدم عليه السلام وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ولذلك يعني سن لنا أو شرع لنا النبي صلى الله عليه وسلم نحن نستعيذ بالله بعد التشهد وقبل التسليم من 4 أشياء، كان من ضمنها ومن شر فتنة المسيح الدجال. يبقى ذكرنا علامة المسيح الدجال، وذكرنا معها العلامة الثانية وهي نزول عيسى عليه السلام، وبنذكر الذي العلامة الثالثة اللي هي خروج يأجوج ومأجوج. تعالوا نبدأ القصة بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. لكن بعض الناس كانوا بعتين بيسألوا بيقولوا طيب انت قلت ان العلامة الثانية هي نزول سيدنا عيسى عليه السلام، لكن كنا عايزين نعرف، وكان عندنا حب استطلاع كده عايزين نعرف، طب اذا كان سيدنا عيسى عليه السلام سينزل كعلامة من علامات الساعة الكبرى في اخر الزمان، طب هو اصلا اترفع ازاي؟ كان ده سؤال وحبيت اجاوب عليه برضو للهادي قبل ما نبدأ في قصة يأجوج ومأجوج لارتباط القصة برضو، لان برضو نزول سيدنا عيسى عليه السلام هيكون لأهداف كتيرة جدا، واحنا قلنا المرة اللي فاتت الحكمة من نزول سيدنا عيسى عليه السلام دون غيره من الانبياء، وذكرنا بعض الاشياء اللي توضح اشمعنى تم الاختيار على سيدنا عيسى عليه السلام ان هو بالذات اللي ينزل دون غيره من الانبياء. وقلنا يا جماعة ان هو من ضمن الاشياء ان هو انزل عشان يقتل المسيح الدجال، وفي نفس الوقت بعد قتل المسيح الدجال على طول هيكون توقيت خروج يأجوج ومأجوج، في هذا الوقت هيحصل حاجات معينة برضو يعني ربنا سيوحي بها الى عيسى عليه السلام، وهنعرف الكلام ده في وقته. لكن تعالوا نعرف ازاي اترفع سيدنا عيسى عليه السلام من الارض الى السماء. الحقيقة يا جماعة لما أرسل الله عز وجل عيسى عليه السلام بالنبوة والرسالة، انت عارفين سيدنا عيسى عليه السلام من أولي العزم الخمسة، من الرسل الخمسة أولي العزم الخمسة، لما نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم جميعا أفضل الصلاة والتسليم، يبقى سيدنا عيسى نبي رسول من أولي العزم الخمسة. لما ربنا سبحانه وتعالى أكرمه بنعمة البعثة والرسالة والحكمة والبينات والهدى حسده اليهود، وانت عارفين اليهود هم اليهود مش هيتغيروا أبدا، أسأل الله عز وجل أن يأخذهم جميعا أخذ عزيز مقتدر، وأن ينجي إخواننا في فلسطين من بطش اليهود، وأن ينصرهم على اليهود، وأن ينجي المسجد الأقصى، وأن يطهر المسجد الأقصى من دنس اليهود. قولوا آمين. ربنا يبارك فيكم، لا تنسوا الدعاء لإخواننا في الأقصى، ولا تنسوا الدعاء لإخواننا في كل بقاع الأرض. ربنا يا رب يعلي قدر المسلمين وينجي المسلمين من بطش الكافرين، وينصرنا جميعا على هذه الأمم الكافرة. فحسد اليهود سيدنا عيسى عليه السلام. سيدنا عيسى ربنا أرسله بمعجزات كثيرة جدا، كان يبرئ الأكمة والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله سبحانه وتعالى، وكان يشكل الطين على هيئة الطير فينفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله يطير أمام الناس. فحسده اليهود على كل هذه الأشياء، على الرسالة وعلى المعجزات التي أيده الله عز وجل بها. ما اكتفوش بالحسد بس،
لا، وهم شافوا قدامهم صدق سيدنا عيسى وعارفين ان هو نبي رسول مبعوث من قبل الله سبحانه وتعالى، لكنهم مع ذلك كذبوا سيدنا عيسى عليه السلام وكفروا برسالته. وبرضه ما اكتفوش بكده، فضلوا يؤذوا في سيدنا عيسى ايذاء شديد جدا. وانتم عارفين يعني الانبياء بطبعهم عندهم صبر غريب جدا جدا، صبر عجيب على الاذى وعلى يعني ايذاء القوم بشكل عجيب جدا، وثبات فوق ما تتخيل. وشوف بقى وارجع بقى واقرا سيره حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم، وازاي اتأذى إذاء لا يخطر على قلب بشر. 9 مؤامرات يا جماعة تدبر لقتل النبي محمد صلى عليه صلى الله عليه وسلم، ومؤامرات كثيرة جدا، وطرد للنبي من مكة، ويخرج وهو يبكي ويقول والله إنك لأحب بلاد الله إلى الله، وإنك لأحب بلاد الله إلى رسول الله، ولولا أن قومي أخرجوني منك ما خرجت. ويتهم في عرضه صلى الله عليه وسلم، ويتأذي أصحابه ويتقتله، ويحصل مآسي، ويرمى سنة الجزور على ظهر النبي، ويرمى التراب فوق رأسه، ويشج جبينه، وتنكسر رباعيته، وينزف الدم الشريف من جسده، وكل دوت. اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. يا سلام. ويروحوا له كما عند مسلم يقولوا له يا رسول الله ألا تدعو الله على المشركين فيقول إني لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة. شوف ربنا اللي قال عنه كده، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، بأبي هو وأمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وآله وسلم. فالشاهد في الموضوع ان كان صبر عجيب جدا من كل الانبياء، والنبي هو اللي قال كده صلى الله عليه وسلم، قال اشد الناس بلاء الانبياء، الانبياء ثم الصالحون ثم الامثل فالامثل، يبتلى الرجل على قدر دينه. فتخيل بقى رسول زي سيدنا عيسى عليه السلام من اولي العزم الخمسه، والنبي عليه الصلاه والسلام بيقول اشد الناس بلاء الانبياء، فكيف يكون الابتلاء الذي تعرض له عيسى عليه السلام؟ كان طبعا ابتلاء شديد جدا وايذاء شديد جدا من اليهود عليهم لعائن الله. واضطر بقى سيدنا عيسى ان هو يسيح في الارض، ولذلك سمي المسيح. واخد بالك طبعا، وهناك فرق كما قلنا بين مسيح الهدى وبين مسيح الضلاله اللي هو المسيح الدجال. فسيدنا عيسى عليه السلام من كثره ما كان يخرج ويسير هو وامه عليهما السلام، فكان يسيح في الارض. هم برضو اليهود، هم اليهود برضو فضلوا وراه، يعني برضو عمالين نفسهم يؤذوه باي طريقه. وده يا جماعه رساله لكل انسان فاضل في هذا الزمان يؤذى او يبتلى او يتهم، اصبر فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. الله أكبر، فعلا فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. أهو واحد من أولي العزم من الرسل سيدنا عيسى عليه السلام، شوف الإزاء يا أخي اللي تعرض له، حاجة غريبة جدا. رسول كريم من أولي العزم الخمسة، ربنا سبحانه وتعالى بيحبه وله قدر عظيم عند الله سبحانه وتعالى، ولو شاء الله عز وجل لحماه من كل هذا الإزاء والبطش والتعذيب، ورغم ذلك ابتلاء، ابتلاء بيرفع قدرة هذا الرسول فوق القدر الذي هو فيه بفضل الله سبحانه وتعالى، وبيصبر وبيحتسب وما فيش اي مشكلة خالص، والدنيا جميلة، وهو حاسس ان الابتلاء ده كل ما جاء من عند الحبيب فهو حبيب، فعنده رضا بقضاء ربنا سبحانه وتعالى، وعنده صبر على الابتلاء. والمسألة يعني ده درس لينا يا جماعة، ده درس لينا. احنا ناس ماشيين في طريق الدعوة، والعلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا وإنما ورثوا هذا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. أنا ببعت الرسالة دي لإخواني وحبايبي من الدعاء، أكيد في كتير مننا بيبتلى، أكيد في كتير مننا بيتعرض لمشاكل وأزمات وابتلاءات شديدة جدا، إلى غير ذلك اصبر، اصبر واحتسب، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. شوف أهو نبي كريم، إحنا نيجي إيه في سيدنا عيسى عليه السلام؟ نيجي إيه حتى مش في سيدنا عيسى، نيجي ايه في اي انسان من حواري سيدنا عيسى او من اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ورغم ذلك شوف صبر وثبات ويقين بنصر الله سبحانه وتعالى. فالشاهد في الموضوع ان انت لما تتعرض لابتلاء اخوي وحبيبي، ولما تتعرض لابتلاء اختي الفاضلة، نصبر ونحتسب، فاصبر كما صبر اولو العزم من الرسل. ايه اللي خلى سيدنا عيسى يبتلى هذا الابتلاء ويؤذى هذا الاذاء، ويفضل يسيح في الارض ويخرج من بلد لبلد حتى ينجو من بطش اليهود، وهو خارج بيدعو الى الله وبيعلم الكون ده كله نعمة التوحيد والايمان والاذعان والخضوع والاستسلام لرب الارض والسماء سبحانه وتعالى، كل ده في سبيل الله سبحانه وتعالى، هو مأجور على كل خطوة بيخطوها لتبليغ هذه الدعوة المباركة، ويعني لتثبيت المؤمنين من حوله. سيدنا عيسى يؤذى إيذاء شديد جدا من اليهود، حتى ما وصل الأمر والقبح من اليهود إن هم راحوا في هذا الوقت عياذا بالله
الى ملك دمشق، وكان رجل ده كان كافر، كان كافر وكان مبغض جدا لاي انسان مؤمن او بيظهر ايمانه. وقالوا له ده في واحد في بيت المقدس، الرجل ده بيفتن الناس ويعني بياخدهم لطريق يعني تاني غير طريقك، وبيفسد على الملك رعاياه. قالوا له ده بيفسد الرعايا بتوعك وبيفسد الرعايا بتوع الملك الكبير يعني بتاعهم وكده الى غير ذلك، فالراجل ده هيفتن الناس، فعايزين نشوف حل. فإذا بهذا الملك اللي في دمشق على طول أم أصدر قراره للنائب بتاعه في أرض بيت المقدس إن هو يقتل هذا الرجل اللي هو مين؟ اللي هو سيدنا عيسى عليه السلام، وإن هو يصلبه ويحط الشوك فوق راسه. وصل الخبر لمين؟ وصل الخبر لسيدنا عيسى عليه السلام، وعرف إن هو مطلوب، يعني هم كده كده بيسعوا لقتله. فراحوا عشان يقتلوا سيدنا عيسى. خد بالكم وركزوا معايا، يبقى سيدنا عيسى بعث بهذه الرساله العظيمه والى غير ذلك. وطبعا سيدنا عيسى مبعوث برساله الاسلام عشان تبقوا فاهمين، لكل جعلنا منكم شرعه ومنهاجا. الاصل ان الرسل كلهم ارسلوا برساله الاسلام، ولكن الشرعه بقى والمنهاج ده جاء بالتوراه، وده جاي بالانجيل، وده جاي بالزبور، وده جاي بصحف كذا، وده الى غير ذلك. لكن في النهايه يعني ولا تموتن الا وانتم مسلمون. كل الأنبياء وكل الرسل بلا استثناء كانت دعوتهم الأساسية هي الإسلام والدعوة إلى الإسلام وإلى التوحيد بفضل الله سبحانه وتعالى. فسيدنا عيسى عليه السلام، وكان الكلام ده كان يوم الجمعة يا جماعة بعد العصر مباشرة في توقيت العصر وقبل غروب الشمس، عرف ان اليهود داخلين عليه عايزين يقتلوه. وصلوا الخبر بوحي من السماء من عند المولى عز وجل ان اليهود بيتأمروا عليك يا عيسى عليه السلام عشان يقتلوك. فما كان من عيسى عليه السلام الا انه راح منادي على ال 12 واحد من الحواريين اللي كانوا معاه، اللي هم خلاصة الحواريين اللي كانوا معاه، وقال لهم ايكم يلقى عليه الشبه وهو رفيقي في الجنة. يا سلام، شوف الجايزة الجميلة، حاجة فوق الخيال، حاجة لا تخطر على قلب بشر. تخيل حضرتك لما تكون مع رسول من أولي العزم الخمسة، وبعدين يجي يقول لك ايه رأيك، هقول لك عن حاجة تعملها وهكلفك بحاجة تعملها، لو عملتها انت مش في الجنة وبس، انت معايا في الجنة. وشوف حبيبك صلى الله عليه وسلم لما كان دايما يجي عند بعض الأمور كده يقول ايه، انا وكافر اليتيم في الجنة كهاتين، من يفعل كذا وهو رفيقي في الجنة. فاكر حضرتك موقفين اذكرهم كده بسرعة في عجلة سريعة، او اذكر لك ثلاث مواقف، معلش سامحني يعني ايه، لان الحقيقة الموضوع جميل قوي ان انا اكون في عهد رسول من اولي العزم الخمسة، وبعدين اكون واقف في موقف معين وهو يقول اللي هيعمل الحاجة ديت هيبقى معايا في الجنة. يا سلام، يعني مش في الجنة وبس، لا كمان في صحبة هذا النبي الكريم او هذا الرسول الكريم، يعني دي منحة يعني لا تخطر على قلب بشر. سيدنا عيسى قال لل 12 ايه رأيكم، مين فيكم يوافق ان يلقى على وشه الشبه بتاعي، يعني يبقى شبهي بالملي، خد بالك هيكون رفيقي في الجنة، هيكون معايا في الجنة. يا سلام، يوم قايم شاب صغير، وهذكر لك هنا بقى ثلاث موقف جنبه بس ما اذكر الموقف ده. قام شاب صغير، شاب الصغير ده قال له انا، فسيدنا عيسى استصغره يعني حس انه لسه صغير في السن، فقال له اجلس، وراح عايد الجملة مرة تانية، من يلقى عليه الشبه او شبهي وهو رفيقي في الجنة. يقوم نفس الشاب، لحد ما اتكرر الموضوع اكتر من ثلاث مرات، وكان هذا الشاب في كل مرة هو الوحيد اللي بيرفع ايديه وعايز يقوم علشان يكون مكان سيدنا عيسى، يقتل مكان سيدنا عيسى عليه السلام. فما كان من سيدنا عيسى في المرة الاخيرة الا انه راح موافق، قال له انت هو، فالقي الشبه على هذا الشاب، وفي تلك اللحظة فتحت روزنة، فتحة في سقف الحجرة اللي كان قاعد فيها، أو سقف المكان اللي كان قاعد فيه سيدنا عيسى عليه السلام، ورفع سيدنا عيسى إلى السماء. يقال أنه أخذته سنة من النوم فرفع نائما، والكلام ده الحقيقة يعني الراجح من أقوال أهل العلم أنه رفع حيا ومستيقظا، كان صاحي وحي ورفع حيا إلى السماء. ودخل اليهود فوجدوا الشاب الذي ألقي عليه شبه سيدنا عيسى عليه السلام، فظنوا أنه هو سيدنا عيسى فقتلوه، ثم زعموا أنهم قتلوا عيسى عليه السلام. طبعا صلبوا هذا الشاب ووضعوا الشوكة على رأسه، وراحوا للملك الموجود في دمشق وقالوا له احنا قتلنا هذا الشاب اللي اسمه عيسى ابن مريم عليه السلام، وحصل كذا وكذا وكذا، وظنوا ان هم قتلوا سيدنا عيسى. ربنا بيقول وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، في آية تانية وما
قتلوه يقينا، بل رفعه الله إليه، يعني يقينا لم يقتل، يقينا سيدنا عيسى عليه السلام لم يقتل بل رفع حيا إلى السماء في يعني معجزة عظيمة جدا 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 يعني تحدث سيدنا عيسى، وينزل في آخر الزمان كحاكم من حكام الأمة المسلمة كما أخبر حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: والذي نفسي بيدي لا يوشكن أن ينزل فيكم عيسى بن مريم حاكما مقسطا، فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يجد من يأخذه، حتى تكون السجدة الواحدة خيرا من الدنيا وما فيها. أخويا حبيبي، نبي فكرنا بثلاث مواقف في غاية الحسن والجمال والبهاء، بس صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. الموقف الأولاني، شوف سيدنا عيسى لما قال للشاب دوت: من يلقى عليه الشبهي، أو من يلقى عليه الشبهي وهو رفيق في الجنة. نفس الموقف ده لو تفتكر حضرتك ويرجع معايا بالذاكرة لسيدنا عيسى عليه، لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام في غزوة أحد. فاكر حضرتك لما الرماة عصوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم يعني تأولوا المسألة إن الغزوة انتهت وخلاص وراحوا نازلين 40 واحد، واخد بالك؟ فقتل عدد كبير من الصحابة في غزوة أحد، 70 واحد من خيرة الصحابة، وأراد المشركون أن يقتلوا سيد الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم. فالنبي رحم نادي على الصحابة وقال: من للقوم وهو رفيق في الجنة؟ والحديث رواه مسلم. طبعا كان اجتمع حول النبي صلى الله عليه وسلم 9 جماعة، 7 من الأنصار و2 من المهاجرين. الاثنين من المهاجرين اللي هم سعد بن أبي وقاص وطلحة ابن عبيد الله. 7 من الأنصار ما نعرفش فيهم غير اسم واحد هقول لك عليه دلوقتي. 7 من الأنصار لما لقوا الجيش الكافرين داخلين عشان يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم، كل واحد منهم طلع لوحده يقاتل جيش. لك أن تتخيل واحد داخل بيضحي بنفسه وداخل يقاتل جيش كامل علشان يدافع عن حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم. اتقتل الأولاني والثاني والثالث والرابع والخامس السادس، جينا عند السابع اللي هو اسمه عمارة ابن يزيد ابن السكن، دخل فاتقتل. ففي آخر رمق في حياته قعد يزحف على ايديه ورجليه لحد ما حط خده على رجل المصطفى صلى الله عليه وسلم ونظر إليه كأنه عايز يقول له: يا رسول الله أنا معاك وأنا أضحي حياتي عشانك لحد آخر قطرة من دمي يا رسول الله. حزن النبي صلى الله عليه وسلم وقال لسعد بن أبي وقاص وطلحة ابن عبيد الله، قال: ما أنصفنا أصحابنا. فنثل كنانته اللي فيها السهام بتاعه وراح ايه مديها لسعد بن ابي وقاص وقال: ارمي سعد فداك ابي وامي. سعد بن ابي وقاص رمى السهام اللي معاه، وبكل سهم قتل رجلا من المشركين، لكن السهام خلصت خلاص، فلم يتبقى مع النبي الا طلحه ابن عبيد الله. إذا بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، طبعا لسه الكلمة موجودة: من للقوم وهو رفيقي في الجنة. يا الله، فطلحة بن عبيد الله الكلمة لما ولت في دماغه دخل يقاتل هو لوحده، يا جماعة داخل يقاتل جيش بأكمله دفاعا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أول ما دخل مع أول ضربة طارت صوابعه، اتضربت بالسيف، فقال حس من شدة الألم يعني، فقال له رسول الله بيحفزه بقى، قال: لو قلت بسم الله لرفعتك الملائكة إلى السماء الدنيا والناس ينظرون إليك. يا الله. وفي رواية: لو قلت بسم الله لرأيت يبنى لك بها بيت في الجنة وأنت حي في الدنيا. يا سلام. يوم يجي بقى سيدنا أبو بكر الصديق بعد الموقعة ديت، طبعا طلحة بن عبيد الله النبي عليه السلام قبلها مباشرة كان وقع في شراك، وقع في حفرة وانكسرت ربعاته وشج جبينه ونزفت الدماء الشريفة من وجه النبي صلى الله عليه وسلم، كان متعب جدا. فكان طلحة كان بيحمل النبى على ايديه ويرجع بظهره، وأول ما يلاقي المشركين بيقربوا حط النبي على الأرض صلى الله عليه وسلم ويقوم يقاتل، ويرجع تاني يشيل النبي لحد ما وصل عند صخرة. من المسافة ديت اللي كان بيقاتل فيها لحد الصخرة انضرب طلحة بن عبيد الله، واحفظ معايا، 39 ضربة بالسيف لحد ما ايديه اتشلت. لك ان تتخيل طلحة بن عبيد الله بعد الوقعة دي ايديه اتشلت. فاذا بطلحة اول ما وصل عند الصخرة خلاص مش قادر يشيل النبي، افاق النبي وطلع فوق الصخرة وقال كلمته المعروفة، قال: أوجب طلحة، اللهم أوجب لطلحة الجنة. فكان من العشرة المبشرين بالجنة. أبو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه ثاني 2
أفضل رجال هذه الأمة بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم بل وبعد الأنبياء والمرسلين جميعا، أفضل رجل هو أبو بكر. بيقول لما كان يذكر عنده يوم أحد كان يبكي ويقول كان اليوم كله لطلحة بن عبيد الله. يا سلام، ده كان أول موقف يفكرنا بكلمة سيدنا عيسى لما بيقول من يلقى عليه شبهي وهو رفيقي في الجنة. الموقف الثاني في غزوة الخندق اللي هي غزوة الأحزاب، لما اجتمع 10,000 مشرك عايزين يقتلوا النبي ويقتلوا الصحابة ويستأصلوا شافة الإسلام والمسلمين، إيه اللي حصل يا جماعة؟ اللي حصل إن النبي صلى الله عليه وسلم حب يعرف أخبار المشركين إيه، خصوصا إن عرف إن خيانة حصلت من يهود بني قريظة ويفتحوا الأبواب الخلفية عشان المشركين يخشوا ويقتلوا بقى الناس من جوه. فطبعا النبي كان في فزع شديد جدا وخوف شديد جدا على المسلمين، لكن مع الدعاء بقى، الدعاء واليقين في نصرة المولى عز وجل، وما النصر إلا من عند الله، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فالنبي عسى الدعاء المعروف كان يقول اللهم مجري السحاب هازم الأحزاب، اللهم منزل الكتاب مجري السحاب هازم الأحزاب، اللهم اهزمهم وزلزلهم. شوف اللفظ، اللهم اهزمهم وزلزلهم. ولذلك كان من أعظم أسباب النصرة والفوز في غزوة بدر وغزوة الأحزاب كان دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي لما دعا جاءت الريح فكفأت القدور وقلعت الخيام وإلى غير ذلك، أشياء معجزات ونصرة عاجلة من عند المولى عز وجل. فحب النبي يطمئن ويشوف أحوال المشركين إيه، بيعملوا إيه. 10,000 مشرك يا جماعة، والنبي عايز يعرف هم مش ولا واقفين لسه ولا بيعملوا ايه ولا بيجهزوا ايه بالظبط ولا بيتسللوا ولا دخلوا خلاص، عايز يعرف. فكان يوم برد شديد جدا جدا. خد بالك من حاجه، الصحابه كانوا في غايه القوه والنشاط والجلد، اجسادهم وبنيانهم قوي جدا جدا، لك ان تتخيل واحد بيخش يجاهد في سبيل الله وممكن يكون التعيين اليوم الاكل اليوم كله تمرايه واحده، طمراية واحدة وداخل يجاهد في سبيل الله في عز الحر وعز الريح وعز البرد وعز يعني في كل الأحوال والطقوس يعني الطقس الجوي، كان بيقاتلوا أشد ما يكون القتال، كلهم يريدوا الشهادة سبحان الله، وكانوا يشتهون الموت أكثر من حبهم للحياة. يقدر ربنا سبحانه وتعالى في اللحظة ديت كان يوم ريح وبرد لا يخطر على قلب بشر، لدرجة عايزك تتخيل معايا المشهد ده، الصحابة دفنوا نفسهم في الرملة من شدة البرد، مفيش غطا يعمل ايه. فبقى كل واحد فيهم يحفر لنفسه حفرة في الرملة ويدفن نفسه في الرملة ويغطي جسمه في الرملة ويسيب بس راسه وايديه بس هي اللي بره الرملة من شدة البرد. حذيفة بن يمان بيحكي الحديث في الصحيحين، بيقول في اليوم دوت النبي صلى الله عليه وسلم قال من يأتيني بخبر القوم. خد بالك اخويا حبيبي، وشوف المنحة وشوف عشان تعرف قد ايه الجو كان صعب جدا جدا في الغزوه دي، لدرجه ان ما فيش ولا واحد من الصحابه قام. واضح؟ عشان انت ممكن تقول ايه ده انا لو مكانهم ده انا كنت اقوم اول واحد. لا، خد بالك صبرا، ده كان ابو بكر الصديق موجود، عمر بن الخطاب موجود، عثمان بن عفان، علي بن ابي طالب، طلحه بن عبيد الله، الزبير بن العوام، سعد بن ابي وقاص، ابو عبيده بن الجراح، يعني خيره الصحابه كانوا موجودين وبيسمعين بودانهم النبي عليه السلام بيقول من يأتيني بخبر القوم وهو رفيقي في الجنة. ركز معايا، ولا واحد قام. يا نهار أبيض، تتكلم جد؟ والله ولا واحد قام. والنبي يكررها من يأتيني بخبر القوم، يعني بس روح هات لي بس الأخبار، قول لي بس إيه الأخبار، هم بيعملوا إيه، ومش هتبقى في الجنة وبس، هتبقى معايا في الجنة. فلم يتحرك رجل واحد. ده ان دل على شيء يدل على ايه؟ شدة الجو، الجو كان صعب جدا، الجو كان فوق ما تتخيل. فالنبي لما لقى ما حدش قام بقى، خلاص بقى ما دام ما حدش قام انا بقى اختار بنفسي. حد يقدر يعصى امر النبي؟ شوفوا يا مسلمين، شوفوا حبايب قلبي، شوف حب الناس، حب الصحابة للنبي وإذعانهم لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، ما كانش حد فيهم يقدر أبدا يكسر كلام النبي. النبي
بيقول من يأتيني بخبر قوم ورفيقه في الجنة؟ محدش قادر يقوم. هي مفيش معصية للنبي، هو محدش فيهم بيعصر نبي، لكن محدش قادر يقوم من شدة البرد، جسمهم كأنه يعني ايه يعني متخشب، مش قادرين يتحركوا خالص. فراح هو بقى مقرب، حذيفة بن اليمان اللي بيحكي الحديث بيقول فاقترب النبي واما انا فظللت انخنف، يعني يعني النبي بيقرب وانا عمال بنزل اكتر في الارض، هو يقرب وانا عمال اغوص تحت. يا اخي بال حضرتك، لحد ما قال يا حذيفه، قلت بلى يا رسول الله، قال قم، قال واحفظ معايا الكلمه ديت، فما كان من طاعه رسول الله بد. ما اقدرش اكسر كلام النبي، هو لما عرض الاول مين يقوم ويجيب لي خبر الناس ديت وهو معايا في الجنة، محدش كان قادر يقوم، لكن مدام قال لي يا حذيفة قم، ما اقدرش اعصى امر النبي. واللي لسه لحد النهاردة مش عايزة تلبس حجاب، لو قال لك يا فاطمة قوم البس حجابك، هتعصى امر النبي؟ لو قال لك يا نهلة ولا يا هدى ولا يا منى ولا اي حد من مسلماتنا الفاضلات قوم البس حجابك، تقدر ترفضي؟ لو قال لك يا محمد يا عبد الله يا سليمان يا اي حد يا مسلم قوم صلي، قوم صلي واسجد لربنا، حد يقدر يعصى امر النبي صلى الله عليه وسلم؟ خدت بالك المساله عامله ازاي؟ فما كان من طاعه رسول الله بد، خلاص لازم انفذ. فقام، قلت بلى يا رسول الله، قال اذهب واتني بخبر القوم. النبي يعني حنين قوي 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 فوق ما يخطر على قلب بشر، حس انه حذيفه بردان فعلا، بردان بجد مش قادر يتحرك، والا ما كان جاوب من الاول. فراح حاطط ايده على صدره ودعاله، يقول حذيفه فسرت وكاني امشي في حمام، كانه عارف حضرتك لما تخش حمام بخار والدنيا كلها دافة كده وجميلة وانت واقف يعني كده حاسس ان الجو في منتهى الروعة، بيقول شوف البرد اللي احنا كنا دافنين نفسنا تحت الرملة من شدة البرد، انا بقيت ماشي بقى في وسط الهواء وفي وسط الريح كأني ماشي في حمام بخار، لحد ما وصل للمعسكر. لكن النبي طلب منه حاجة وقال له اوعى اوعى تعمل اي مشكلة هناك، لا تحدثن في ايه في القوم شيئا، يعني اوعى تعمل اي حاجه، اوعى تضرب حد، تقتل حد، مش عايزين مشكله، مش عايزين حد يعرف بوجودك ابدا. فقال حاضر. كان اليوم ما فيهوش قمر، يعني كان القمر كده هلال فما حدش شايف حد، الدنيا ليل بقى. بيقول فرحت فلقيت الرياح قلعت الخيام وكفأت القدور والدنيا يعني كانت متدمره عند المشركين. فاذا بابي سفيان، حاسس كان لسه ابو سفيان ساعتها كان لسه مشرك، وكان عمرو بن العاص كان لسه مشرك في الوقت ده، يعني ابو سفيان وعمرو بن العاص وخالد بن الوليد والناس دي كلها اسلموا في يوم فتح مكه. فالشاهد في الموضوع ان ابو سفيان قام عامل ايه؟ قال ليسلم كل رجل منكم على من بجواره ويساله من انت. طبعا دي ازمه كبيره جدا، حذيفه بن اليمان واقف وسط المشركين، واقف وسطهم كانه واحد منهم، واخد بالك؟ وبعدين في اللحظه دي اكيد واحد هيسلم عليه ويقول انت مين. فحذيفه راح ايه قال لك بدل ما اللي جنبي هيسالني انت مين انا اسبق، فمين اللي كان جنبه؟ عمرو بن العاص. واخد بالك؟ فراح مسلم عليه، ازيك انت مين؟ قال له عمرو بن العاص. قال له حلو، طب جميل كده، فاهم ازاي؟ فراح ايه وراح مداري الموضوع. عمرو بن العاص ما خدش باله، يعني ما سالوش هو كمان انت مين، لان هم كلهم عارفين بعض طبعا يعني. فيقدر ربنا سبحانه وتعالى في اللحظه ديت بيقول فرأيت أبا سفيان، يعني إيه؟ يعني لسه هيركب بقى الدابة بتاعته وهينصرف، وقال لهم إني راحل، فمن أراد أن يرحل فليرحل معي، خلاص بقى إيه؟ ما عاد لنا من مقام في هذا المكان، خلاص بقى الدنيا خربت خلاص يعني. بيقول فهممت أن أضربه لولا أني تذكرت قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تحدثن فيهم شيئاً. أوعى تعمل أي حاجة. والحمد لله إن ما قتلوش. لانه لو كان قتله كان مات ابو سفيان كافرا، لكنه لما لم يقتله اسلم ابو سفيان بعد ذلك في عام الفتح بفضل الله سبحانه وتعالى. وعاد حذيفه ابن اليمان فوجد النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، يقول فلما راني صلى الله عليه وسلم راح واخده كده ايه وراح ضمه كده حوالينه كده بتوبه صلى الله عليه وسلم، بيقول فشعرت بدفء عظيم،
وفاز بانه يكون رفيق النبي في الجنه صلى الله عليه وسلم. الموقف الثالث السريع برضه واحنا ما زلنا بالايه بنعلق بس على كلمه سيدنا عيسى عليه السلام لما بيقول من يلقى عليه شبهي وهو رفيقي في الجنه. وعايز اطلع منها بدرس صغير هقول لك بعدها. حديث جميل جدا رواه الحاكم بسند صححه الشيخ الالباني في السيره الصحيحه ان سيدنا موسى عليه السلام لما راح واجه فرعون، خد بالك انا عم بحكي لك الحديث ببساطه كده، لما راح واجه فرعون ودعاه الى الايمان فرفض فرعون، وبعد كده بقى فرعون بقى ايه راح واخد الجيش بتاعه وجري ورا سيدنا موسى عليه السلام ومن معه من المؤمنين وعايز يقتله، وهم بقى بيجروا من فرعون ومن جنوده وطالعين على شاطئ البحر وهم في السكه تاهوا. سيدنا عيسى سيدنا موسى تعجب ايه سبب ان احنا نتوه؟ فبعض العلماء علماء بني اسرائيل قالوا له يا موسى عليه السلام احنا تهنا لسبب، لان سيدنا يوسف عليه السلام من مئات السنين اخذ العهد على اخيه بنيامين انه هو او اي احد من بني اسرائيل اذا خرجوا من ارض مصر ان ياخذوا جسده ليدفنوه في الارض المقدسه، خد بالك في فلسطين. فقال طيب واين جسد يوسف عليه السلام ما دام احنا ايه تهنا كده بسبب الموضوع دوت، طيب فين جسد يوسف عليه السلام؟ قالوا له لا يعرف مكان جسد يوسف عليه السلام الا عجوز بني اسرائيل. امراه عجوز من بني اسرائيل هي الوحيده اللي عارفه المكان اللي اتدفن فيه سيدنا يوسف عليه السلام. قال ائتوني بها. فجيء بهذه المراه العجوز، امراه كبيره جدا في السن عايشه من سنين طويله. فسيدنا موسى عليه السلام سالها هل تعرفين قبر يوسف عليه السلام؟ قالت اجل. قال دليني عليه. هو كل اللي طلبه قال لها دليني على القبر بتاع يوسف عليه السلام علشان ناخد جسد سيدنا يوسف ونطلع بيه على الارض المقدسه وندفنه هناك زي ما هو طلب. فقالت لا حتى تعطيني حكمي. انا ليا طلب وطلب غالي جدا. هتدهوني هقول لك القبر فين، مش هتدهوني مش هدلك على القبر. قال وما حكمك؟ اللي انت عايزاه ايه؟ سيدنا موسى عليه السلام ظن مثلا انها عايزه مثلا شويه فلوس، عايزه مثلا اي حاجه، اي هديه، يعني اي حاجه تروح معاهم مثلا. فقالت حكمي ان اكون معك في الجنه، انا عايز اكون معاك في الجنه. سيدنا موسى عليه السلام سكت فلم يرد عليها. ما ردش عليها لسببين يا جماعه. ايه هما السببين؟ ان سيدنا موسى عليه السلام لا يملك الجنه، هو رسول كريم من اولي العزم الخمسه، لكن مش من حقه ان يقول لفلان انت هتخش الجنه لان انا قلت كده. فلا بد من وحي ياتيه من عند المولى عز وجل حتى يعلم ان فلان يستحق الجنه وفلان لا يستحق الجنه. كل الامور ديت بيد المولى عز وجل، يعني مش من حق حد في الدنيا ان يقول يا فلان انت داخل الجنه انا دعيتك خلاص واخد بالك، او يا فلان انت داخل النار انا دعيت عليك واخد بالك. يعني ما ينفعش، ما ينفعش حتى نحكم على انسان انه من اهل النار او لانسان بانه من اهل الجنه الا بنص من عند المولى عز وجل او من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحتى كنا بنقول يا جماعه ان لو كان واحد بيجاهد خلف النبي محمد صلى الله عليه وسلم ما نقدرش نقول ان هو شهيد الا بنص من عند المولى عز وجل او بنص من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالشاهد في الموضوع سيدنا موسى قال يعني انا ما اقدرش اديها الجنه دي بتاعتي، دي بتاع ده ربنا هو اللي يؤمر بقى بكده مش بتاعتي. دي نقطه. النقطه الثانيه ان ربما ان هو استكتر الموضوع عليه، يعني ايه مجرد بس ما تشاوري لي اشاره بس على قبر يوسف عليه السلام تبقى معايا انا في الجنه؟ فسكت ولم يرد عليها. فاذا بالوحي ياتيه من عند المولى عز وجل الى موسى عليه السلام، يا موسى اعطيها حكمها، ادي لها اللي هي عايزاها، خلاص انا اوحيت اليك ان هي لو طالبه الجنه وتكون معاك في الجنه خلاص هي معاك في الجنه. فاعطاها حكمها فكانت مع موسى عليه السلام في الجنه. فدلته على مكان كده زي بحيره صغيره، قالت انضبوا الماء، نشفوا الماء دي، فنشفوا الماء، قالت احتفروا احفروا هنا، فحفروا فوجدوا جسد يوسف عليه السلام الذي اعطي شطر الحسن والجمال عليه السلام، فاخرجوا جسد يوسف فانار الطريق كان الشمس قد سطعت، فخرجوا به من ارض مصر ليدفنوه في الارض المقدسه. فالثلاث دروس دولت موقف سيدنا طلحه مع النبي في يوم احد، موقف سيدنا حذيفة مع النبي في يوم الأحزاب، موقف هذه المرأة العجوز مع سيدنا موسى عليه السلام، كان الدرس الجميل اللي احنا خدناه منه علو الهمة
في طلب الجنة. عشان كده حبيبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري قال: فإذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى، فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة، ومنه تفجر أنهار الجنة، وسقفه عرش الرحمن سبحانه وتعالى. أسيبكم تشتاقوا لجنة الرحمن سبحانه وتعالى. فاصل قصير، صلى على حبيبك. تسري والملائك حولنا، طاب المساء. الملائك حولنا، طاب المساء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد إخواتي وأحبابي، والله بحبكم في الله. ولسه مدني حبيبي بيقول لي دلوقتي، بيقول لي الناس زعلانة أن أنت ما بتتلقاش اتصالات في البرنامج. قلت له بس والله عشان وقت البرنامج قصير، لكن عشان ما أقدرش أزعل حد من حبايبي إن شاء الله. النهاردة بالذات في آخر ربع ساعة، أنا فاضلين حوالي نص ساعة، في آخر ربع ساعة يعني بعد ربع ساعة من دلوقتي هنتلقى اتصالاتكم لمدة ربع ساعة. ويا ريت طبعا يكون في موضوع حلقة إن شاء الله يعني عن يأجوج ومأجوج وعن المسيح الدجال وكده، بس ما كنتش مش عايزين أسئلة عن السلعوة يعني. واحد الناس واحد بقيت رسالة تضحك بيقول لي إلا السلعوة من علامات الساعة الكبرى طول ولا الصغرى يعني. صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. تعالوا نكمل موضوعنا يا جماعة. قلنا في الحلقة الماضية برضو، قلنا طب بعض الناس اللي قالوا إن رفع سيدنا عيسى عليه السلام إلى السماء ونزوله في آخر الزمان، طب إزاي حصل ده كله مع إن ربنا سبحانه وتعالى قال وإذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. يعني أنا يعني أنت مت خلاص على سيدنا عيسى عليه السلام. قلنا يا جماعة المرة اللي فاتت وبعض الناس قالوا معلش عيد الحتة ديت عشان نفهمها أكتر، قلنا إن الموضوع ده فيه إجابتين. الإجابة الأولى إن يا جماعة الخير ربنا يبارك فيك ويحفظك رب العالمين، الوفاة تأتي بمعنى الموت. يبقى الوفاة لها معنيين، المعنى الأولاني هو النوم، والمعنى الثاني هو الموت. ليه؟ لأن النوم دوت هو الموتة الصغرى. والدليل على كده قول المولى عز وجل: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. هو الذي يتوفاكم إيه؟ بالليل. الوفاة هنا مقصود بقى إيه؟ النوم، لا الموتة، الموتة الصغرى. ولذلك جاء في الحديث الذي رواه البخاري عن حذيفة أنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام كان يقول: باسمك اللهم أموت وأحيا، باسمك اللهم إيه أموت وأحيا. وكان إذا استيقظ من منامه صلى الله عليه وسلم يقول: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. يبقى النوم موتة صغرى. يبقى المقصود هنا ايه؟ المقصود هنا النوم. طيب المعنى الثاني ان لحتى لو كان المقصود هنا الوفاة فالآية فيها تقديم وتأخير، كما قال قتادة وغيره من أهل العلم قال هذا من المقدم والمؤخر. يعني ايه؟ إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، يعني إني رافعك إلي ومتوفيك، لأن الواو لا تقتضي الترتيب. بمعنى أنا بقول دخل محمد وعلي، مين اللي دخل الأول؟ أنا ما حدش عارف. إنما لما أقول دخل محمد ثم علي يبقى محمد اللي دخل الأول ثم علي دخل بعد محمد. وندي بقى أمثلة بسيطة في الموضوع دوت. المثال الأولاني: وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة. مع أن يا جماعة إصلاح الزوجة بيكون قبل إيه؟ قبل إتيان الولد أو المولود، واخد بالك؟ لكنه قدم ذكر مجيء يحيى عليه السلام قبل إصلاح الزوجة من باب تعجيل البشرة، من باب تعجيل البشرة، ولذلك ذكر يحيى قبل إصلاح الزوجة. المثال الثاني يوسف عليه السلام. سيدنا يوسف عليه السلام لما قصته بقى مع امرأة العزيز: ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربي. كثير من أهل العلم قالوا أن الآية برضو فيها تقديم وتأخير، يعني لولا أن رأى برهان ربه لهم بها، وإلا فالأنبياء جماعة معصومين جميعا من الكبائر، كل الأنبياء بلا استثناء معصومين من الكبائر. فلا يظن أبدا أن سيدنا يوسف عليه السلام ممكن يكون هم بهذه المرأة من أجل الفحشة، عياذا بالله. ربنا عافينا وعافيك رب العالمين. فالصحيح الذي ذهب إليه أهل العلم المحققون هو أن عيسى عليه السلام رفع إلى السماء من غير وفاة ولا نوم، كما قال الحسن بن زيد وهو اختيار الإمام الطبري وهو الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما. وإلا بقى خد بالك بقى حتة مهمة قوي، وإلا بقى إيه فايدة قول المولى عز وجل: ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. خد بالك وحتة بقى ومكر الله بصفة مقابلة،
لحسن حد يقول يعني الله عز وجل يوصف بأنه ماكر، حاشا لله، عشان نفهم المسائل دي كويس جدا، حاشا لله أن يوصف الله عز وجل بأنه ماكر، خد بالك. إنما هنا المكر هنا صفة مقابلة، زي إيه؟ زي سخر الله منهم، خد بالك. يعني هما بيعملوا هذا الشيء، فالله عز وجل يعاملهم معاملة مقابلة، فهم إزاي؟ فالله عز وجل يسخر منهم، فليقال أن الله عز وجل ساخر، استغفر الله وحاشا لله. فالشاهد في موضوعنا إيه؟ ومكروا ومكر الله. مين اللي مكروا هنا؟ اليهود. وكان مكرهم عبارة عن إيه؟ محاولة قتل سيدنا عيسى عليه السلام، عليه السلام. واضح كده يا جماعة؟ ومكر الله يعني أنجاه من بين أيدي اليهود. يبقى لو كان اليهود هم اللي قتلوا بقى سيدنا عيسى، يبقى معنى كده هم نفذوا المراد بتاعهم أمام قدرة ربنا، يعني هم تغلبوا على قدرة، حاشا لله. واضح كده؟ يبقى ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. يبقى سيدنا عيسى عليه السلام رفع حيا وما زال حيا حتى يومنا هذا، وسينزل كعلامة من علامات الساعة الصغرى في آخر الزمان بفضل الله سبحانه وتعالى. وقلنا الحكمة من نزول سيدنا عيسى حاجات كتيرة جدا جدا ذكرناها في الحلقة الماضية. تعالوا بقى نبدأ في عجالة سريعة كده، نبذة سريعة كده عن قصة يأجوج ومأجوج وعن قصة ذي القرنين، لأن ما دمنا هنتكلم عن يأجوج ومأجوج أكيد هنتكلم عن قصة ذي القرنين، لأن طبعا هو اللي بنى السد وهو اللي عمل ده كله، يعني بفضل الله سبحانه وتعالى وتوفيق الله سبحانه وتعالى. طيب تعالوا نسأل الأول، مين هم يأجوج ومأجوج؟ هم ذرية من ذرية يافث أبي الترك، ويافث من أولاد سيدنا نوح عليه السلام. وأكبر دليل على أن يأجوج ومأجوج من ذرية نوح ومن ثم طبعا فهم من ذرية آدم عليه السلام، أن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري عن أبي سعيد الخدري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله عز وجل يوم القيامة يا آدم، فيقول لبيك وسعديك والخير كله في يديك، فيقول أخرج من ذريتك بعث النار. خد بالك الحديث ده كان بيعمل مشكلة عند بعض الناس، في ناس كتير جدا فهم الحديث غلط، فكان عامل عندهم مشكلة غير عادية. يا آدم أخرج من ذريتك بعث النار، يعني نصيب النار. فيقول يا ربي وما بعث النار؟ نصيب النار قد إيه؟ فيقول من كل 1999 في النار وواحد في الجنة. هنا تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. الصحابة فزعوا، والصحابة دايما يا جماعة لما كانوا يسمعوا حاجة كده النبي بيقولها عن الجنة كان على طول يسألوا طب إيه السبب؟ فاكر حضرتك لما النبي بيخبر مثلا ان في 70,000 واحد يخشوا الجنه بغير حساب ولا عذاب، يوم سيدنا عكاشة بن محصن في ساعتها ادعو الله ان يجعلني منهم يا رسول الله، يقول له انت منهم. يوم اي واحد تاني ادعو الله ان يجعلني منهم يا رسول الله، يقول له صدقك بها عكاشة. يسمعوا عن حاجه تدخل النار، يا رسول الله المسلمون يا رسول الله، بلى لا تنع يوم القيامة أناس أو يعني فمزه بحسنات الأمثال جبال تهامة بيضاء فيجعلها الله هباء منثورا، حسنات قد الجبال وكلها تضيع. فيفزع الصحابة، أمسلمون يا رسول الله؟ قولوا بلى مسلمون، يصلون كما تصلون ويصومون كما تصومون ولهم حظ من الليل، ولكنهم كانوا إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. هي دي المشكلة. فهنا الصحابة برضو فزعوا، فقالوا له يا رسول الله وأينا ذلك الواحد؟ أنت قلت أن يوم القيامة من كل 1999 يخش النار واحد يخش الجنة، طب ومين الواحد دوت؟ فقال أبشروا. النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أبدا يدع اليأس يدب في قلوب الصحابة ولا قلوب الأمة، بالمؤمنين رؤوف الرحيم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ما تصلى عليه صلى الله عليه وآله وسلم. فقال أبشروا فإن منكم رجلا واحدا ومن يأجوج ومأجوج 1000. يا الله، يعني هيخش النار لو دخل النار منكم واحد، فقدام الواحد ده منكم 1000 واحد من يأجوج ومأجوج داخلين النار. يبقى إذن يأجوج ومأجوج من ذرية يافث اللي هو أبو الترك، ويافث كما قلنا من أولاد نوح عليه السلام.
صفاتهم شكلهم ايه؟ شكلهم طبعا زي شكل الترك، الانوف المعمول ديت كده الصغيره ديت، والعيون الصغيره، والشعر وشهم بقى عامل زي الترس المطبق، واخد بال حضرتك؟ يعني عامل زي التروس كده، شكلهم جامد قوي، شكلهم يعني ايه، وشوشهم ناشف قوي قوي، يعني وشوش اسيا بالبلدي كده. عارف احيانا تقابل انسان تحس ان وشه كده بيشيع رحمه، واحيانا تقابل انسان تحس ان وشه ربنا يعفض عليك يا رب العالمين بيشع قسوه. وشوف بقى لما النبي يقول انما يرحم الله من عباده الرحماء، ارحموا ترحموا واغفروا يغفر لكم. يعني شيء جميل جدا ان ربنا يلقي في قلبك الرحمه تجاه الناس جميعا. ولذلك شوف ربنا، شوف سبحان الله لما يقول وقولوا للناس حسنا، يا الله شوف العلماء يقولوا ايه، وقولوا للناس حسنا، يعني قولوا حسنا للبر والفاجر والمسلم والكافر. لدرجه ان سيدنا ابن عباس، وشوف يا جماعه الرحمه دي شيء جميل ازاي، سيدنا ابن عباس كان ليه كلمه عجيبه جدا والله، وقفت قدامها كده اقسم بالله حسيت ان جسمي كده بيقشعر. بيقول لو قال لي فرعون، فرعون اللي قال انا ربكم الاعلى، اللي قال ما علمت لكم من اله غيري، اللي قتل المؤمنين، اللي كان عايز يقتل سيدنا موسى عليه السلام، بيقول لو قال لي فرعون بارك الله فيك لقلت له وفيك. واضح المعنى؟ هو في ولاء وبراء، وفي لابد ان انا يعني ما يبقاش في اي مداهنه للكفار ولا للمشركين ولا موالاه ليهم، لكن في نفس الوقت لابد ان يكون في معامله بالحسنى، خصوصا اذا كان الكافر ده انسان غير محارب، فبعامله بالحسنى ولو بنيه دعوته الى الله سبحانه وتعالى وبنيه اظهار خلق الاسلام والمسلمين. شوف لما ربك سبحانه وتعالى يقول لموسى عليه السلام ولهارون عليه السلام وهم رايحين لفرعون اللي هو اكتر واحد بيقول، يعني اكتر واحد ذكر في القران من بطشيه وجبروتي، شوف لما يقول فقول له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى، في اهل العلم يقولوا ايه، فانت كرجل داعيه لست افضل من موسى وهارون عليهما السلام، والانسان اللي بتدعوه دوت عمره ما هيكون اسوا من فرعون. فده ربنا قال لموسى عليه السلام وهارون عليه السلام وانتوا رايحين لفرعون فقول لهم قولا لينا. ولذلك كان سيدنا قتادة كان لما يقرأ هذه الآية فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى كان يبكي ويقول سبحانك ما أحلمك، إن كان هذا حلمك بعبد طغى وبغى وقال أنا ربكم الأعلى فكيف يكون حلمك بعبد سجد لك وقال سبحان ربي الأعلى. فشايف الموضوع أن لازم يكون في ما بيننا تآلف وتراحم، ويكون في ما بيننا ود وألفة، وأن احنا نرحم بعض. لو لقيت أخوك على خطأ خده في حضنك وعرفه الصح، لو لقيت إنسان على معصية خده في حضنك وعرفه الصح. لازم يا جماعة يبقى في شيء من ان احنا نعذر الانسان بجهله، وان احنا نحاول بقدر الامكان ان احنا نتالف قلوب الناس حتى ناخذ بايديهم الى الطاعه، ولا نكون عونا لهم على ولا عونا للشيطان عليهم. ما نعينش الناس ديت، ما نعينش الشيطان على اخواننا واحبابنا، واخد بالك؟ فالشاهد في الموضوع يبقى صفه ياجوج وماجوج ناس يعني شكلهم قاسي جدا، قاسي جدا. وزي ما قلنا قول النبي عليه الصلاه والسلام انما يرحم الله من عباده الرحماء. الحديث كلمه بتقول الفعل وكلمه بتقول الثمره، ارحموا ترحموا. الله، ارحموا تاخد الثمره على طول، ترحموا. لما ترحم انسان اللي هيرحمك مش انسان، اللي هيرحمك هو الله سبحانه وتعالى، اللي قال ورحمتي وسعت كل شيء سبحانه وتعالى. وبعدين واغفروا يغفر لكم، سامح الناس عشان ربنا يسامحك ويكرمك. واضح يا جماعه المعاني اللي عايزين نوصلها؟ طيب يبقى صفه ياجوج وماجوج. طب ايه الادله على خروج يأجوج ومأجوج؟ حقيقة في أدلة من القرآن ومن السنة، والقصة بقى كاملة إن شاء الله هنبدأ نتناول القصة النهاردة. كانت تمهيد كده لقصة يأجوج ومأجوج، وتخافوش مش هنطول فيها إن شاء الله، يعني ناخدها الحلقة القادمة كاملة نخلص فيها قصة يأجوج ومأجوج. فبنعتبر النهاردة دي كانت مقدمة لقصة يأجوج ومأجوج. وإذا حبيتوا لو كان معانا حد إن شاء الله دلوقتي، نتلقى اتصالاتكم لحد آخر حلقة عشان ما أقدرش على زعل حبايبي، ربنا يبارك فيكم يا رب العالمين. معانا حد يا بدني؟ أم مصطفى السلام عليكم. السلام عليكم مصطفى. الو. السلام عليكم. السلام الله ورحمه وبركاته. حضرتك الشيخ محمود المطر معايا؟ مع حضرتك، اهلا وسهلا. الو.
مع حضرتك ام مصطفى، اتفضلي. ايوه فضلت الشيخ. وطي صوت التلفزيون لو كنت مستمعاني كويس، واسمعيني من التلفون. ازيك يا شيخ؟ ازيك يا شيخ محمود؟ ربنا يعزك ويسترك ويحفظك يا رب. يا رب خليك. ادعي لي يا فضلت الشيخ. ربنا يثبتنا وياك يا مصطفى ويبارك لك في اولادك. انا سامع حد فيهم ما شاء الله بي رب خليك يا فضلت الشيخ. والله انا سعيد قوي انك كلمت حضرتك. ربنا يبارك لك فيهم يا رب ويحفظك يا مصطفى. عندك سؤال يا مصطفى؟ لا بجاي يا فضلت الشيخ. الله يبارك لك يا رب. انا عايز رقم تليفونك. الله يعزك يا رب. خديني الكنترول يا مصطفى. حاضر انا. اي حاضر. مين بعد كده مدري معانا؟ طيب ماشي. احنا بس هم بس بيسالوهم عن الموضوع عشان ايه يبقى الموضوع في قلب الحلقه ان شاء الله. ونترك معانا الاتصالات مفتوحه لحد اخر الحلقه ان شاء الله عشان ما حدش يزعل مننا. وانا والله يا جماعه انا مش برفض الاتصالات، انا بس كل ما في الامر حفاظا على وقت حضراتكم والله مش اكتر ولا اقل. ان انا بقول الوقت نستفيده او نستفيد منه ان احنا نسرد لحضراتكم القصه كامله، وان احنا نحاول بقدر الامكان ان الموضوع ما ينقطعش علشان بس ايه نطلع من الحلقه بالمعلومه كامله مع بعض بعضها كده، بدل ما ايه الاتصالات احيانا بتشود بموضوع تاني خالص. لما بنتكلم مثلا على المسيح الدجال، واحده مثلا بتتصل علشان مثلا حصل قضيه طلاق او قضيه خلع او مش عارف ايه والمشاكل. ربنا يا رب يبارك في جميع المسلمين يا رب العالمين، ويحفظ بيوتكم جميعا ويبارك في اولادكم يا رب العالمين. مين معانا مدني؟ الاخت سعاد من المنصوره. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الشيخ محمود، اهلا وسهلا بحضرتك. حضرتك انا عايزه انضم لحمله مقاتله التبرج. ربنا يبارك فيك يا رب ويعزك. انا انتقبت من 8 ايام بس ما شاء الله. ممكن حضرتك تجلب الالتزام بس؟ ربنا يثبتك يا اخت سعاد ويبارك في حضرتك. واحنا بنتمنى طبعا والله يا جماعه اكبر قدر من اخواتنا الفاضلات ربنا يبارك فيهم يعني ينضموا لدينا. كذا سؤال بس. اتفضلي اتفضلي يا اخت سعاد. حضرتك قلت المسيح الدجال هينزل بعد فتح القسطنطينية. هيظهر بعد فتح القسطنطينية. ما هي القسطنطينية؟ القسطنطينية حضرتك اللي احنا تكلمنا، اكيد ما شفتيش حلقات بقى. لا. اسطنبول في تركيا ان شاء الله. حضرتك اتكلمنا ان هما هيحصل ايه، هيحصل الملحمه، وبعد الملحمه مباشره فتح قسطنطينيه، وبعد فتح قسطنطينيه مباشره هيرجعوا للشام فيجدوا المسيح الدجال. وفي الوقت دوت في صلاه الفجر ينزل سيدنا عيسى ابن مريم ويكون امام المسلمين هو المهدي. احنا بس بنذكر المسلمين كل امام هو المهدي، فالمهدي يحاول يتاخر عشان يقدم سيدنا عيسى عليه السلام. فسيدنا عيسى يقول لا بل انت امامهم، فكرمه الله لهذه الامه. وبعد كده يا سيدنا عيسى عليه السلام لم يتولى قتل المسيح الدجال بعد ذلك. يعني الاتراك اللي هيتبعوا المسيح معك الدجال. معاك سؤال تاني يا اخت سعاد؟ ايوه اتفضلي. حضرتك قلت اللي هيفتح الهند وينشر فيها الاسلام هيتعصم من فتنه المسيح الدجال، اشمعنى الهند؟ اللي هيعمل ايه؟ اللي هيفتح الهند. لا عصابتان. لا ده مش قلت، مش قلت اللي هيفتح الهند. حضرتك برضه ما ركبتيش معايا. يعني هو عصابتان. لا نص الحديث بيقول عصابتان احرزهما الله من النار. يعني ايه؟ يعني ربنا بينجيهم من النار ويحميهم من النار. عصابه خليك معايا بس، عصابه تغزو الهند وعصابه تكون مع عيسى عليه السلام. الاثنين دولت اللي هيغزو الهند بفضل الله سبحانه وتعالى هيكون ربنا بينجيهم من النار، واللي هيكونوا مع عايشين مع سيدنا عيسى عليه السلام بعد قتل المسيح الدجال او حتى قبل يعني ايه بمجرد نزول سيدنا عيسى لحد موت سيدنا عيسى، الاثنين دولت بفضل ودي واحنا ذكرناها في فضل من يكون في صحبه سيدنا عيسى في اخر الزمان. وضحت كده؟ ربنا يبارك فيك يا رب العالمين. رجاء اخير لو سمحت. اتفضلي. ممكن حضرتك تعمل حلقه عن قصه سيدنا علي ومعاويه؟ حاضر انا. حضرتك سمعتها من كذا قناه مختلفه تماما. حاضر انا. يا حاضر حاضر نذكرها ان شاء الله كمان اخت سعاد تحت امر حضرتك. الاخت نوره. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك يا شيخ؟ يا اهلا وسهلا بحضرتك. ربنا يعزك. حضرتك يا اهلا بيك. كنت بسال حضرتك بس، حضرتك كنت تقول خروج الدبه. نعم. وفتنه الناحيه اللي هي الدجال وغروب الشمس. انهي الاول في ال والله هم العلماء. ربنا يبارك في حضرتك. هم العلماء لما جمعوا بين الادله في المساله ديت في اول قالوا في علامات بيحدث فيها تغير في ايه؟ في الامور الارضيه زي ما بيقولوا كده، وفي علامات
سيكون فيها التغير للشؤون الأمور السماوية زي ما بيقولوا أو العلوية. فقالوا أول آية ستظهر من الآيات التي يحدث فيها تغير كوني في 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 الأمور الكونية يعني اللي مش في الأرض يعني وكده، هي طلوع الشمس من المغرب. وقالوا أول آية يكون فيها تغير في الأمور الكونية في الأرض وكده هي ظهور المسيح الدجال. تعرف المسيح الدجال هيكون معاه يعني قدرات عجيبة جدا ربنا هيودعها فيه سبحانه وتعالى، مثل مثلا أنه يمر السماء تمطر ويمر الأرض أن تخرج الزرع إلى غير ذلك. مين معنا ميداني؟ أم براء من المغرب. السلام عليكم. وعليكم السلام الشيخ محمود، كيف الحال؟ الله يبارك في حضرتك ويعزك يا رب. تفضلي أم براء. طيب فصل. طيب فشايف الموضوع يا جماعه ان احنا لما بنتكلم عن موضوع المسيح الدجال او هذه الاشياء احنا بنتكلم اولا عشان نحذر، ثانيا عشان نعرف ان زي ما قلنا وبنركز في الحته دي دايما انه لن ينجينا الا ان نعتصم بالله وان احنا نزداد ايمانا واقبالا على الطاعه، ودي فرصه عمرنا. الاخت هاله معانا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام. يا اهلا وسهلا بحضرتك. حضرتك اتفضلي يا اختي هاله. يا ريت توطي التلفزيون عشان تسمعينا. لا سمحت يا شيخ محمود، انا عايزه اسال حضرتك هما يأجوج ومأجوج عملوا ايه عشان ان هما يعني تكون نار كده. ده اسمع بقى، ده انت في الحلقه الجايه هتشوفوا هم عملوا ايه. ده انت اول ما تسمعوا اللي هم عملوه هتقولوا يا ربي. لا هم طبعا يأجوج ومأجوج قوم، اولا هم كفار، ثانيا مفسدون في الارض، لن يتركوا اي خير لاي احد على وجه الارض، سفاكين للدماء وعندهم السرقه والسلب والنهب والقتل، شيء عجيب جدا جدا في قوم يأجوج ومأجوج بالذات. هتسمع الحلقه القادمه ان شاء الله. الاخت ناديه، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك؟ يا اهلا وسهلا بحضرتك، ربنا يعزك يا رب. ربنا يبارك في حضرتك. آمين. يا رب. امين يا رب العالمين. ويجعلك سند للامه الاسلاميه. امين يا رب العالمين. إيه انا عايزه طبعا ابايع حضرتك في طبعا مقاطعه التبرج، واحنا طبعا الحمد لله يعني ملتزمات وكده انا وبناتي ما شاء الله. وعايزه اسال حضرتك سؤال بره الحلقه خالص. اتفضلي. هل يعني عملنا احنا الدنيا بتعرض على اهلنا في الاخره؟ عملنا بتعرض على اهلنا في الاخره الاعمال بتعرض. هل احنا الاموات لما بنروح نزورهم فعلا بيشوفونا؟ ربنا يبارك فيك يا رب العالمين. هل لما نروح نزور حد من الموتى بيشوفونا؟ لا والله. شوف حضرتك، هي حته بيشوفونا دي يقينا ما بيشوفوناش، لكن هل بيشعروا بينا؟ الحقيقه خلاف بين اهل العلم، وان كان اغلب اهل العلم بيقولوا لا ما بيشعروش بينا، وبعضهم بيقول لا بيشعروا بينا. المساله الحقيقه خلافيه، وانا الحقيقه لا اقطع فيها لا بالجزم ولا بالنفي، يعني مش عايز اقول اه ولا لا، لكن عايز اقول يعني زيارتنا لهم بخير بفضل الله سبحانه وتعالى. اولا هي عظه وعبره لينا، والنبي عليه قال ألا إني كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. فالواحد لما يروح من أجل عزة والعبرة والدعاء للموتى في هذا المكان يعني بيبقى حاجة جميلة جدا. وإحنا لما بندعو لهؤلاء الناس، ده كله يعني سلف ودين زي ما بيقولوا، يعني إحنا في يوم الأيام هنكون مكانهم، هنتمنى أن حد يجي يزورنا ويدعو لنا إلى غير ذلك. فيعني إن شاء الله ربنا ما يحرمناش من هذا الخير إن شاء الله. أبو يوسف السلام عليكم. وقت التلفزيون يا ابو يوسف. السلام عليكم. عليكم السلام وكده. وقت التلفزيون يا ابو يوسف. يا جماعه كل اللي اتصل وقت التلفزيون قبل ما يتصل ربنا يخليك. ازيك محمود؟ اهلا وسهلا ابو يوسف. لو سمحت انا كنت اتفرجت على الحلقه اللي فاتت اللي هي بتاعت المسيح الدجال. ايوه. ويعني انا قايم قدام الحلقه دي ونفسي اصلي، وكنت مستني الحلقه بتاعت اجوج وماجوج عشان اكمل الايمان في قلبي، لان انا يعني انا مش متعلم، انا راجل جاهل. ربنا يكرمك. سمعت الحلقه قربت من قلبي شويه. الله يكرمك. يعني ادعي لي ان انا اصلي. يا رب يكرمك يا ابو يوسف ان شاء الله وتصلي. واحنا عايزين نقول حاجه يا ابو يوسف بقى جميل قوي، عايزين نقول ايه ونتفق على حاجه، ان ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه، من تقرب مني شبرا تقربت منه ايه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن اتاني يمشي يا سلام على الجمال، ومن اتاني يمشي اتيته هرولة. قرب يا ابو يوسف من ربنا سبحانه وتعالى، مفيش اي سعاده ولا لذه هتحسها في عمرك الا لما تقرب منه حبيبك سبحانه وتعالى صاحب الفضل علينا وعليك وعلى الكون ده كله ربنا جل وعلا.
فانت توعدنا يا ابو يوسف وهندعي لك ربنا يكرمك ان شاء الله، توعدنا من الليله دي ان شاء الله ما تنامش الا لما تصلي ان شاء الله، ربنا يبارك فيك يا ابو يوسف. اي مدن مين معانا؟ استاذ احمد السلام عليكم. السلام عليكم محمد. محمد استاذ محمد السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. اهلا وسهلا. السلام عليكم يا شيخ محمود، عامل ايه؟ الله يعزك ويبارك لي في عمرك. والله احبك في الله يا شيخ. حبك الذي احببتني. واول مره اللي اتصل بيك والله، كنت اموت وعايز اتصل بحضرتك والحمد لله اتصلت بحضرتك. ربنا يكرمك اخويا ويبارك فيك يا رب العالمين. والله بتوحشني كل يوم يا شيخ محمود. انت اوحش انت اكتر. حضرتك يا شيخ محمود كنت يعني عايز اسال مثلا المسيح الدجال هو عباره عن يعني سنوات صغير يعني او عايز صغير بعد كده ربنا يعني دي يظهر فيه كذا حاجه بحيث يعني ناس صحابة عرفوا ان هو يعني هيبقى المسيح الدجال ما يبقى كبير يعني. احنا قلنا حاجة لو تفتكر يا محمد، قلنا ان حديث النبي عليه الصلاة والسلام ما من نبي الا وانذر قومه الدجال. قلنا احنا مش عارفين هل ما من نبي الا وانذر قومه الدجال، هل الدجال ده كان موجود في زمن الانبياء جميعا وكان عايش لحد ما اكتشف يعني شافوه على حقيقته في حديث الجساسة، حديث تميم الداري لما شافه وراح وصفه للنبي صلى الله عليه وسلم وطلع الوصف مطابق للوحي اللي نزل على النبي عليه السلام، ولا هو ظهر فقط في زمن النبي؟ قلنا احنا المسألة ديت ما عندناش اي نص يوضح المسألة دي، لكن يقينا هو المسيح الدجال الناس ما شافوش غير في زمن النبي عليه السلام اللي هو تميم الداري لما شافه، وقصة الجساسة اللي احنا حكيناها في الدروس اللي فاتت. لكن عايز اقول حاجة، هل هو كان طفل وبعدين كبر؟ مشيئة طبيعي، لازم يكون طفل برضه واتولد وكبر. وبعدين لو تتذكر حضرتك في قصة ابن صياد لما قال لأبو سعيد الخدري، قال له إني لا أعلم أين هو وأعلم وأعرف أباه وأمه، يعني هو ابن صياد نفسه بيقول له ده أنا عارف الدجال موجود فين دلوقتي، وكمان فوق ده كله ده نعرف أبوه وأمه، يبقى أكيد كان ليه أم وأب برضه، وأكيد اتولد وكبر وبقى الدجال يعني وهيظهر في آخر الزمان، ربنا ينجينا وإياك منه يا محمد إن شاء الله. مين معانا مدني؟ أم أسراء السلام عليكم. السلام عليكم شيخ محمود. عليكم السلام ورحمة الله. بارك الله فيك يا أهلا وسهلا بحضرتك. الله يكرمك. آمين يا رب. والله يعني حضرتك اتكلمت عن رحمة ربنا سبحانه وتعالى. أيوة. وإن الواحد بيعامل الناس بالحسنى وإن طبعا. هو يقول لهم قول لين وكده. أيوة والله. بس أنا حضرتك يعني معلش يعني الواحد الحمد لله برضه في قلبه رحمة وكده، بس أنا بشوف حد يعني معاصي يعني وخصوصا بناتنا يعني وكده اللي هم مشتغلين في عمل الفن والتمثيل وكده، قلبي يعني بيغل عليهم. نعم. واقول يعني شوف النساء في دوله اسرائيل بيعملوا بيبنوا الدوله. نعم. واحنا بنهد الامه بنهد الشباب. نعم. شباب صغيره ومعلش يعني ببقى متضايقه وكده. نعم. هل هذا يعني يعتبر اثم بالنسبه لهم وكده؟ انا عايز اقول لك يا مصر حاجه جميله قوي. عايز اقول حاجه، افترض النهارده قدامي وسامحوني يعني قدامي راقصه بترقص، مش بقول ان انا بتفرج عليها يعني بقول ايه، بقول احنا كمسلمين قدامنا واحده راقصه احنا عارفين انها بترقص، وبعدين جينا هندعي فبنقول عفوا يعني اسف في اللفظ يا رب خدها ورايح الامه منها. طب ما الدعوه دي وهي دعوه صلعه يعني، ما اقول يا رب اهديها يا رب، يا رب اشرح صدرها للايمان يا رب، يا رب تب عليها يا رب، فوافقت الدعوه ساعه اجابه فربنا تب عليها. الراقصه دي ليها معجبين ومعجبات وليها بنات بيعتبروها المثل الاعلى، ولو رحت من بعض مدارس الثانوي والاعدادي وجبت مجتمع البنات دولت فهتلاقي منهم بنات مؤمنات ما شاء الله، وفي بنات مفتونين، فلما تساليها مين اسرتك ومين قدوتك ومين مثلك الاعلى تقول الراقصه الفلانيه، يا سلام بتمنى اكون راقصه زيها، والثانيه تقول لك المغنيه الفلانيه. فلو تابت الراقصه ديت هتجر وراها 50,000 واحده تتوب. واضح المعنى يا ام اسراء؟ وكذلك الفنانه وكذلك الفنان وهكذا. فبدل ما ندعي عليهم ندعي لهم، وبدل احنا لما بنزعل من حد ما بنكرهش الانسان وانما بنكره فعله. ابو الدرداء لما ماشي مره لقى بعض الناس بيضربوا واحد بيقولوا بتعملوا كده ليه؟ قال له وجدناه يعصي الله فقال اتركوه. قالوا الا تبغضوا؟ قال لا، انما ابغض عمله فان تركه فهو اخي. الا تحمد الله ان عافاكم مما ابتلاه به؟ فاحنا نحمد ربنا ان ربنا عافانا من اللي ابتلاهم بيه، وفي نفس الوقت بنشفق عليهم بنتمنى ان ربنا يكرمهم وينقذهم من النار ويتوب عليهم سبحانه وتعالى. يعني الاخت ام فاطمه السلام عليكم. فاطمه ماشي. أيوة. فاطمه السلام عليكم. ايوه عليكم السلام. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ايوه السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام، اهلا وسهلا بحضرتك. بارك الله
بارك الله فيك وزادك علم ونور ان شاء الله. الله يعزك ويسترك يا رب. لو سمحت عايز اسالك كيف فضلت الشيخ. اتفضلي يا امور. يعني من ظهور المسيح الدجال نعم وعيسى عليه السلام ويأجوج ومأجوج نعم. يعني اخر علامة علامة الساعة هل معروف يعني عدد سنين بين اول علامة واخر علامة؟ عدد السنين هو مش معروف عدد السنين اخت فاطمه، لكن هقول لك حاجه ظاهره خالص، هي هتبقى فترتها يعني قليله جدا. طبعا احنا عارفين ان منذ نزول سيدنا عيسى عليه السلام لحد موت سيدنا عيسى عليه السلام دي معروفه عندنا في السنه، ورد فيها ان هيكون الفتره دي هتكون 7 سنين. هيكون ظاهر فيها كم علامه في السبع سنين ديت؟ هيكون ظاهر فيها اخت فاطمه 3 علامات، اللي هي ايه العلامات ديت؟ ظهور المسيح الدجال، نزول سيدنا عيسى عليه السلام، ظهور يأجوج ومأجوج. في الـ3 علامات دولت هيكونوا في 7 سنين، بقية العلامات هيكونوا في فترة قليلة جدا جدا جدا، لكن قد ايه تحديدا انا لا استطيع الجزم لان لم يرد فيها حديث، لكن ورد حديث كما عند مسلم ان علامات الساعة كخرزات منظومات في عقد، يعني على طول اول ما بينفرط العقد ده بتنفرط العلامات على طول ورا بعضها، سريعة جدا ومتتابعة جدا. ام احمد السلام عليكم. وعليكم السلام. اخر اتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اهلا بحضرتك شيخ محمود. اهلا بحضرتك. الله يخليك نور الشاشة والله. ربنا يخليك ده نوركم كلكم والله. الله يخليك يا شيخ محمود. بقول لحضرتك يعني طب اللي هم اللي توفوا نعم. لما يجي يظهر المسيح الدجال اللي توفوا دول هيظهروا ولا هيبقوا موجودين اللي هم في المرحلة بتاعت المسيح الدجال؟ لا الحمد لله اللي ماتوا خلاص بقى ارتاحوا. يعني مش هيحضروا الفتنة دي. لا مش هيحضروا، يعني حضرتك متخيلة مثلا يعني ان كل الميتين يروحوا لهم كروت دعوة يا جماعة تنورونا عشان المسيح الدجال ظهر وكده، يعني وزورونا تجدوا ما يسركم بعد كده؟ لا طبعا، يعني ايه مش هيحصل حاجة زي كده، لكن احنا الحمد لله ده اللي مات قبل المسيح الدجال يحمد ربنا، واللي كان موجود برضه في زمن المسيح الدجال وربنا نجاه من فتنة الدجال وعاش بقى مع سيدنا عيسى برضه يحمد ربنا، لان هو هيكون من اسباب النجاة من النار بفضل الله سبحانه وتعالى، الذين سيكونون في صحبة سيدنا عيسى عليه السلام. حبايبي والله العظيم بحبكم في الله واتمنى اكون معاكم كده لحد يوم الاثنين اللي جاي بفضل الله، لكن الوقت معاكم بيجري بسرعة، فاحنا وقفنا عند الأدلة على خروج يأجوج ومأجوج، والقصة بقى الجميلة بقى قصة يأجوج ومأجوج بقى وذي القرنين بقى، ولما راح مشارق الأرض ومغاربها بقى وبين السدين، حاجة بقى جميلة قوي قوي، ان شاء الله تسمعوها معانا يوم الاثنين اللي جاي. حضروا نفسكم، القصة جميلة ومفاجأة وحاجات حلوة أوي إن شاء الله. ربنا يبارك فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تسري والملائكة حولنا.